اهلا بكم. واحنا في رمضان وربنا يعيد عليكم الايام بكل خير، بتقل كميه الميه من جسمنا بسبب صيام ساعات طويله. شرب الميه مهم جدا لصحه وسلامه الاعضاء، وبالاخص مفيد جدا للكلى، لان عدم شرب الميه بالشكل الكافي بيؤدي الى تركيز البول، وده بيؤدي الى ترسيب الاملاح في الكلى وتكوين الحصوات في الكلى مع الوقت. حاولوا تشربوا مية كتير في الفترة ما بين الفطار والسحور، وعودوا أولادكم على شرب المية حتى لا يصابوا بحصوات الكلى ويعانوا من مشاكلها ومضاعفتها لما يكبروا. نتمنى لكم السلامة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لكم وإلى اللقاء.